السلام عليكم. السلام. صباح الخير عليكم. صباح الحب. صباح النور. كيفكم؟ وصباح الوحش. لاباس غيا؟ الحمد لله. توحشناكم. بغينا نديرو معاكم فيديو فاميليال. اللي توحش عاود يا مور إيلي فوادو. السلام عليكم. هيا ماما اللي كنسقسيو عليها. صحاباتي. باباتي وليداتي راكم لاباس هايا؟ ايوا الحمد لله يا ربي. المهم بخير وعندكم الصحة عالية. اليوم قررنا نخرج. خلينا لكم خلينا لكم خلينا لكم يا ربي طول في عمركم وعند صباح الفتح. الله يحفظكم الله ينوركم. ايوا الله يبعد عليكم المصايب. ايه ماما راها صبحة تدعي على صحاباتي وحباباتي واخواتاتي وفاميليتي والحمد لله يا ربي وراني معاك ياسي. راه حنا ماشي اليوم ما راش عارفه انا ديجا مانيش عارفه راه مسكينة بنتي قالت لها راني مغمومة خرجيني شوية حتى ديجا راني دايرة باش نخرجوا اليوم. اليوم رحنا خارجين ماشي نحوسوا غير لا فامي. الحمد لله اليوم الحال صحيح. هذه سيمانه هو الحال بارد الشتاء اليوم شويه الحاره صحيح شويه تاع خروج كنقول سوا ديزون تاع خروج تاع تحواس تاع تحواس. او معنا نشوف رحنا ماشيين بس غادي نشري راني مقلقه فوق نوصل. يا مور إليف هادي ما عرفتها بالامراه غير نسالي هضري معاهم متوحش. شكرا مسقسيو عليكم راني مسقسيو عليكم متوحشتكم قولهم حتى انا توحشتكم محشماني انت كدي شحال ما هضروش محشماني. يا مور يا مور قولي لهم كي راكم يا قولهم ما رمشي يشوفوا فينا يا قولهم محشماني غادي شحال ما داروش فيديو محشماني شحال ما داروش فيديو غير زنزيري شحال ما دخلتيش الفيديو هذه هي. المهم بقاو معنا حتى نمشيو نعاود نرجع لكم. ماشي غير راني وصلت راني جيت مول اوف اسطنبول واليوم الزوج عيد. الزوج عيد يوم لدو جانفي الزوج عيد بعدا. إلي أكاين الدور باش نصورتاني غزلان تمام. أوتر أوتر أشكا باغية تصور هكا في الأرض شافت الدراري. هاي الحلقة تاع سندس مع أولادها مع بناتها راه تمشى. هذا الميل كبير وأنا وماما راح نتمشى موراها كي اللي قالتكم. تعرفي اليوم على مرة الغاشي اليوم كاع الناس خرجت. سندس سندس شو قاع ما تقيمش سندس. مالكي ماركيش تقيمي. شوفوا البنات انا هاد الصوالح يكتلوني نتفنى على هاد الصوالح. انا هادو وفابل تاعي يا ربي يا ربي يا ربي. شوفوا ما ندخلش باسكو نتغم. شو عاود من هنا شو انا هاد الصوالح يكتلوني تاع الدار والديكور والصوالح شو شابين بزاف. انا هذا ما نبغي يا ما. شوفوا شو غير هاد الديكور. شو كنت حسي دارك تستيكيها وكامل ولا ما تحتاجي تخرجي كي تكون عندك هكذا ديكور شباب وكلش ما تحتاجيش كاع تخرجي.
كي تدخلي للدار تبقى انتي تقلقي فوق تدخلي للدار لما نشوفه انتي تبقى تقلقي فوق تدخلي للدار انا ها يا 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 ماما انا عندي بوان فابل بهذا السوار شابين عالم يا البنات شكون اللي يبغي لما عن كيما اللي نبغيو مانايا شوفوا شوفوا وا يا ماما طوب كل شيء ما شاء الله البنات صايراني قررت نشري هذه هذا هو موستيل شحال شاب طوب بزاف طوب هاي دي سندس ردينا لا كوموند كي اف سي قلنا لها باغيين ناكلو كي اف سي هاد الاوغاد راهم يلعبوا يا مور الي هاي دي هلا سمعي ماما هايدي سندس ولا لا كوموند وانا شوف خاطر الكي اف سي انا نموت على الكي اف سي طيسلك ما تقولوا سندس ماشي شاطرة ماينس ديري لها توز دوز نيشان روح نيشان الشاطرة شوفوا وتني طوايو كاع ماما راه تحل المهمة تاعها تحل المايونيز لا لا واش انا اللي جا بخاطري كملوا ناكل لا ناكل برجلي هيا دي ايوا البنات كما قال لكم مرحبا بكم شاهيناكم بالجنه الاخرى راه جيعانه مسكينه هي بصحتكم ماما توجور تموت على لي صوص ماما عندها لي صوص كاع تبغيهم مايونيز كيتشوب كامل كامل شوفوا شوفوا إليف إليف زعما راها شوفوا راها ميتة بالجوع يبغي تسمى الدجاج إليف شباب يا وري لهم وري لهم كيش تاكلي وري لهم رفدي عاود وري لهم كيش تاكلي كبير على في سنانها بصح معليش بشي بشي صحاتكم ياكل وليدة والآن بعد الأكل ذاهبون هلا غلطين ولا ماشي غلطين اتبعيني يا اختي انا كنت غلطانه شوفوا
ما عنديش مهم رحنا نتمشى وندوب الشحم. بعد الأكل معاك هي راه تصور شوفونا من هذا الطعام ولا علي يا ويلي بوبال. انا راني كي تشوفيني بوبال ها راكي مرمتي كلشي. شوفي شوفوا واش دارت على العم بهدله في الكوكا ما يدوش لك يا ودي عفيني هي هكا ما طيحش هي صايحه رخاوي. شتوها شتو اسم راه دايره تبهدل الناس قاعده تفرج بيها راها مبهدلتني. بصح حيت لا بولين ضحكتني والله انا ضحكتني اني هبله بالضحك. ماما هاي دي هما حبوباتي. البنات كما راكم تشوفوا معنا رحنا دروك جبنا الدراري غادي نخليهم يلعبوا شويه هنايا وحنا نمشي ونحوسوا في خاطرنا نديروا الشوبينغ تاعنا. البنات راهم فرحانين بزاف يا مورو ايلي يا مور إليس كن فرحانين. باي باي كن فرحانين. يا مور إليس كن فرحانين. فرقوا ماشيين فرحة هم هابدين بفرحة كنا سهلة العام. حاول تحلف فيهم سندس يا مور. يا مور باي باي هم فرحانين البنات هيا سندس تموت على الروايح راه جايه تشري ريحه كاينه هذه جاد ديور هذه الشابه بزاف ريحتها سندس من المحبين تاع الروايح تموت على الروايح قلت لهم شابه بزاف ها سندس سنتس نالي الشيطان اختي صايي بعد كملتي مع الذهب مشيتي للسوايع انا باغي لا ماركو تاع ساعه هادو تاع الرجال بصح شو هاد البلوش شوفي شوفي شحال شابه البلو فرهان بلون انا عجبتني هاد البلو جاي ستيل شباب طوب حلقة تاع سندس ماما راها غير من بعيد تشوف شوفوا شوفوا ها شابين بزاف نورمال فيتا انجلترا ها اليوم بزاف شابو شحال شابو
طوب هادو تاريك شاب شابين بزاف شفتو هادي شابو شحال هادي شابو تهبل 9000 ليرة قول واحد 900 أورو بصح شابة تستاهل 900 أورو تستاهل والله لا تستاهل شيء هذا هو فوقما بغيت خرجهم نايا خلص 50 ليرة كل نص ساعة نزيد 50 ليرة كل نص ساعة تخيلوا نهار كومبلي شحال تجيني بغيت جبت انا وما نتقهوى ويا راه باغيه السيترا انا دوك نشرب جي دو اورانج وراه في خاطري الوافل شنو ناكل وافل هيا الوافل سيترا ما وانا جي دو اورانج شهيتكم بالجنة البنات باش خرجتهم ب 66 كشفة برافو يا مول برافو يا مول ربحتي غير بشوية راه فيهم هادي شحال ما خرجوش كانوا في الحبس يا ويلي يا مول لا غير شوية يا مور شوية يا مور كما كم تشوفوا مراها مبلاسة شوفوا هذي تعرم لها شاب وتعرم لها واسم شوف شتها شتي يا مول إلي روحي انت يا لعبي روحي عاود لعبي ساي كملوا دراهمكم روحي نمشيو لبلاصه واحده اخرى قال باش كيفلم شي بلاصه واحده اخرى منها تسمعوا الاذان راكم الحق منها اني زوج دقائق كون في السبيطار تاع يحيى قلت نجي نشوفه ثم تسمعوا الاذان شويه يا مور تاني وإلي فاني جايبتهم باش نشوفوا يحيى هذه الحاجة فاش تعجبني تركيا ما في الوقت الحالي ما فيها حتى حاجة تعجب راني غسلت له صوالحة شندي له صوالحة غسلت له قشة منا رحمنا يا مور يشوفك يحيى غير شوية يشوفك فرحانين اللي جبتهم عندهم قلت لي نشوفوها المريض قلت له واه منا يا قلت له سكتي بشوية بيرك ماشي وراك هرب لا يقبل.
الحمد لله سلم علينا روحي مني ارواحي ما تكشميش روحي كيفك يحيى لاباس والله غايه كاينه بخير صافا هاني روح منا غايه روح تجي يا ولدي اخباركم الحمد لله انت غايه لاباس ما توحشناش والله توحشناكم اودي حنا شوف باش ما توحشوكمش هذه غير فوتها امبوسيبل امبوسيبل شفاي تفرج شو لا تفرج سمعتني؟ شو اللي تفكرنا وشكون اللي يبعد ولا يشكون؟ تا واحد بنت الانسان سندس بس ايوا روحوا تشوفوها اخويا بنات بلادنا روحوا شوفوا يحيى اللي يبغي يشوفه يجي مرحبا به يحيى ني ماشيه كي تمشيو تروحوا تخليونا واسم تقول لهم الناس اللي يسقسيو عليك الناس اللي توحشوك واسم تقول لهم اللي راه يسقسيو علينا ان شاء الله بحول الله رب العالمين حنا نقول لهم بارك الله فيكم تعجبني كي بدي يهضر كونسونطري ايوه بركو تسقسيو علينا وان شاء الله بحول الله نوقفوا على رجلينا صح وري لهم هذه كيفاش راك تحركها لا طلعها طلعها وري لهم كيما ها هذه في الدربه ولا ما كنتش ديرها يحيى لا هذه ما كانش يديرها شوف راه عندها شويه تطور شويه خير موالو واش راك يالي طب كده اقلع ها هو اخنا سمير سمير راك غايه نعمه رك الحمد لله راك مشهور واه الله يشرفنا واحد زوجته هذه ما كنتش تقد ديرها ها هي راهي يديرها يديرنا الزوجه عجبتها الحاله راه يلعب بها برافو 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 مازال ماشي العام طاش العام وبصح معليش اموا هي ما قفلتش شهر بصح راه عندك شويه وراك تحركها في الاول ما كانش يديرها عادك وكان يوريو لها واحد الكره هنا يجيبوا لها واحد الكره ويبقى يحرك الكره في الاول ما كانش يحركها ان شاء الله تزيد تريح يا ربي ان شاء الله صايديرنا رجل الزوجه يحيى برافو دير الزوجه والخرطه اللي كدارت كيفها هيا يبان لي نفش شويه رجلك نفشت شويه النفخ كانت اكثر برافو هيا مليح شتو كلهم شتو النفخ اللي كان نقص شويه نقصوها كان عنده منفخ يغلي ويغلي حرك تحس ما كاينش تحس بهم كان عندي الهيب البنات ماشي كيما الوجع نتاع اليوم دي هنايا يعني ايوا ان شاء الله ها كما قال لك غير بشويه بشويه وتولي خير من اللي كنت الوجع هذاك اللي ما كاينش دابا كان يرصالي على كراعي هادي نقول انا ربما محسوب في بالي كاش دا ولا داير صالي عليا مليح يهولها ويشوفني اسكو نطلعها ولا لا ونبقى نقارع معاها بالسيه حتى نطلعها هي غايه يحيى قول لهم يجيو يشوفوك اخويا اللي يجي عندنا ما ايوا يبقى يسناني انا يسناني انا غير كل ما نطبطب ها هو يا احمد يا سندس يا احمد يا سندس مرحبا بي و كيش نقولوا لو كان هذا يجي ونعبر معاه انا نسلم على ماماك سلم على الحاجه بزاف بزاف نقولها ولدي راني متغليه في ياك انا نقول لها بلي بارك الله فيها سامحه بيا يما الا قاعد الوصايا 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 سامحه بينا انا كل شيء عندي بلا بروف مالوغوزمون سامير واسم تقول للمراه لولادك واسم تقول لهم توحشتكم توحشت البلاد توحشنا البلاد واه كيقد بصفه عامه توحشنا صحابنا احبابنا توحشنا كاع كلش كلشي في الجزائر كلشي توحشنا رانا دروك نستناو الطياره ما عاود كي تشوف تما عاد تبقى تفكر واه واه تبقى لك هادي سوفونير واش هي لا دروك تعرف واش نبقاو نتوحشوا انا نتوحشوا الناس اللي خليناهم هنا حفظك بارك الله فيك يعطيك الصحه احمد هاد البنيات دوك نجي انايا دوك نجي انايا عندي راكم ولادي عندكم الله يسلمك الحاجه وتلك وحنا تاينك والله الا رانا في عود مانا خطر شوف الدنيا الدنيا يقول لك الخير ردوا ولا عدوا معنا ما درنا لكم الحق ما درنا لكم نتينا نتينا خطر علاش نتينا كي دير ما تحش بصح اللي ما يديرش حنا دروك حنا كي نشوفوك جايه
الدنيا وفيها حنا نسمعوا اي واحد هضر بالعربيه نيشان ولا لا نيشان نيشان شوف فينا هما اللي كيعني بالي كاع شحال كثر كنت نقول نمشي نشوفهم كل شيء ربي القدره تاع كيسما كي درت العمليه العينيه شوف الحمد لله وراك تشوف في خمس ايام ولا وليت نشوف قبيله كنا في كيسما هذه مشات هي وبناتها بنتي قالت لي فيها اخرى ما كانش وين مشات درت هكذا وانا نقولها قالت لي مراك تشوفي يا ويلي كنت قلت لها ما تشوفي قلت لها راني نشوف راني نشوف خير بناتي وصلت باش نقول لك قلت لك انا دروك نتينا بالنسبه لينا حنا خلينا مواتنا الهبل بلا بصح نتينا راك مناظروك الله يعطيك الخلا بعتني هذه هي اسمعي هذه صايبيا جبنا حيده من هنا حنا حاجه صاي هذه هي الامل اللي قال لك انايا انا يمه صاي ان شاء الله بحول الله كاينه هضره واحده اخرى واسم هاد الهضره ما على باليش ما على باليش حال تما بان حاجه مليحه واه حال تما بان حاجه مليحه واه شفاء كما نقولوا واه بدا شويه التحسن وبان واه نسبه تاع 50% واه عاود عندي لا تروازيام بوان عاود نوليها لهنا الطرق عندك واه ان شاء الله ان شاء الله بس المهم ما تردنيش معاك لا انا باش نقولها لا جيت باش نقولك تولي انت معاه ان شاء الله ساعه قال لك لا لا وليو جيتو بزوج تولي بصح اسكو انا نكون هنا 99 ابو 999 اي والله يخليكم دائما حباب اللهم امين شو الدنيا هذه يا عم الله يجعل بيتك ورده هكذا الى يوم القيامه حاجه اللي نقول لكم الله يجعل رب العالمين اللي في السماء يهود لكم واللي في الارض يخرج لكم يطلع لكم صحه وليدي الله يعطيك الرضا يا وليدي اللهم امين يا وليدي قدامك خضراء وراك خضراء جدرميه اللهم امين خبي يجيو الجدرميه خضراء الدعوة دعا لا واحد دعت عليهم مقطع روحها ودي الله يجعلها قدامي خضرة أمورك خضرة جات الورقة تاع العسكر عشان يبغى العسكر ايش ولا لا جات المهم نقول لكم عندكم كاش حاجة تقولوها سلمنا على أحمد بزاف بزاف